اذهبي يا نصرة، في ايه؟ ده انا تعبانة، كنت لسه هقول لك جيبي لي دكتور. انت عامل اللي في الخزنة راح فين؟ دهب في الخزنة؟ يا ستي لو في حاجة ضايعة منك ممكن ندور عليها. بقول لك انت فين؟ النبي يا اختي ما اعرف انت بتتكلمي عن ايه. انت عارفة تسألي مين؟ دي البت رقية، ما فيش خرم ابرة في الفيلا دي ما تعرفوش. اكيد تعرف. رايه بنت رايه في ايه؟ فين الذهب؟ ذهب ايه؟ الذهب الذهب اللي كان في الخزنه. خزنه ايه؟ انا ما اعرفش حاجه يا نصر. هو انت هتقعدي تعملي الصعبط اللي فيها؟ بتقلبي الدنيا كده ليه؟ والله ما في حاجه هنا. اللي جت دي هنا؟ والله العظيم ما اعرف عنها اي حاجه. بتسرقيني؟ بتسرقيني رؤية؟ والله العظيم ما اعرف عنها اي حاجه، ولا عمري شفتها حد. اخصى عليكي يا رؤية، اخصى عليكي. ما صدقنا ان اتصفى والميه ترجع لمجاريها، تعملي كده؟ هو ايه اللي انت بتقولي ده؟ اقسم بالله يا نصرة ما عملت حاجه ولا عمري شفتها. انا غلطانه، غلطانه ان انا امنت لكم انتوا الاثنين ودخلتكم بيتي. وانا مالي يا اختي؟ هو انت لقيتي الدهب في اوضتي ولا في اوضتها؟ فين يا بنت بقيه الدهب؟ بقيه الدهب ايه يا نصره؟ والمصحف الشريف ما اعرف عنه اي حاجه. طب وعزت خلاله الله ما هتخرجي من الاوضه دي لا ذات ولا ميه غير لما تقولي فين